قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وإنها ستواصل المشاركة في جهود التصدي للنفوذ الإيراني والتشدد الإسلامي هناك بحسب تعبيره. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي على طرح مشروع قرار إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. وعلى الجهة الأخرى، تحدث وفد الحوثيين المشاركين في محادثات السويد حاليا عن تقدم تحقق بشأن قضايا رئيسية. حدث تقدم خلال اليومين الماضيين بدرجة أساسية فيما يتعلق بالملف الإنساني، فيما يتعلق بالملف الأسرى. يوم أمس واليوم هناك نقاش مستضيض فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء، وبإذن الله مع صباح يوم الغد سيكون هناك نتائج إيجابية فيما يتعلق برؤية متكاملة حول فتح مطار صنعاء. ما جئنا من أجله في حقيقة الوضع هو أننا نريد أن نناقش الأهم المواضيع، وهو أن نضع إطار للملف السياسي والأمني. هذا الملف السياسي والأمني إذا وضع على الطاولة معناته أننا نتوقع أن